سيد الفاضل القضاء التأديبي هو العمل الأصلي بالإضافة إلى قضاء المشروعية، فأنا مش باخد حاجة سنوية وعايز أتفرغ ليها. النقطة الثالثة بيقول لي آلاف من القضايا. هل تعلم يا حازم بيه أن إحصائية القضاء التأديبي في مجلس الدولة 14,000 قضية فصل منها وانتهى القضاء من 9,000 ولم يتبقى إلى 5,000؟ وإحنا مش جايين علشان هنا نختلف خلاف شخص. عايز أقول لحضرتك كثير من القضايا المتعسرة في مجلس الدولة سببها عدم ضم ملف الموظف من قبل النيابة الإدارية. القضاء اللي بيقولها بقى لها 24 سنة يا سيد الفاضل، القضاء التأديبي والقضاء الإداري مفهوش شاب شاب بمعنى إيه؟ مجلس الدولة ما قدرش يجبر النيابة الإدارية إنها تحضر المستندات. أنا بطلب، ما أنا مش معقولة، أنا بطلب هقول إيه أكتر من كده. خليني أقول حاجة بقى، القضاء الإداري والقضاء التأديبي مفهوش شاب. يعني إيه مفيش شاب؟ يعني حضرتك ليك قضية لو ما رحتش تتأجل ما تتشطبش، عكس القضاء المدني لو ما رحتش الجلسة المحكمة تحكم بشطب الدعوة. ودي من الحاجات اللي إحنا هنطالب بيها في قانون الإجراءات الإدارية لمجلس الدولة، أن يكون هناك شاب يطبق امام القضاء الاداري. فالدعوه اللي بيقولها بقى لها 24 سنه موظف ما بيجيش وما بيحضرش. خلي بال حضرتك، هو بيقول لك انا عندي احصائيه برضو. الاحصائيه اللي عند حضرتك لا يملك الاحصائيات الا مجلس الدوله اللي طلع احصائيه، جبتها منين سيادتك؟ حضرتك القضاء التاديبي فرعين، تعون ودعاوى. يعني ايه تعون ودعاوى؟ يعني النيابه الاداريه بتحقق دعاوى وتحيلها للمحكمه التاديبيه. انت قد يكون عندك الاحصائيه دي، لكن التعون عندك الاحصائيه منين؟ التعون يعني ايه؟ حضرتك موظف في التلفزيون، رئيس التلفزيون او وزير الاعلام الرئيس الاعلى ليك اعطاك جزا، فحضرتك رحت طعنت على الجزا مباشره امام القضاء التأديبي في مجلس الدولة. النيابة الإدارية ما عندها إحصائية للكلام ده منين وازاي؟ ما عندوش إحصائية. ده قضية من شخص ضد جهة. لم تمر على النيابة الإدارية. حضرتك ما عندكش إحصائية كاملة، والإحصائية ملك مجلس الدولة فقط، أما دعوة التأديب ممكن تكون عندك. 24 سنة والدعوة اللي ذكرتها سببها الوحيد والرئيسي أن الطاعن لا يحضر أمام مجلس الدولة وما فيش شرط، فممكن تقعد 50 سنة مش بس 24 سنة. إنما ما جيش أكون أنا بأفصل في دعاوى في شهرين وثلاثة وفي أربعة. هأدي حضرتك الكلمة سيادة المستشار، ولكن دعنا نسأل سيادة المستشار سامح حول دور يعني هيئة قضايا الدولة. ايه دورها في هذا الخلاف؟ احنا سمعنا الخلاف ما بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة. نعم. هيئة قضايا الدولة طرف في القضية من اين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لم نكن طرفا في مشكلة. نعم. المشكلة احدثتها لجنة العشرة، ولجنة العشرة حينما عدلت في اختصاصات هيئة قضايا الدولة الواردة في نص المادة 179 من دستور 2012 المعطل، على الرغم من أن هذا النص لم يكن مثار اعتراض من أي هيئة أو جهة قضائية عند صدور دستور 2012، ولم يعترض مجلس الدولة الموقر، ونكل له كامل الاحترام ولقدراته كل التقدير على رأس معالي المستشار الجليل. احترامي وتقديري لحضرتك يا فندم. بارك الله فيكم. ولذلك عجبا أن لا يتضمن تشكيل لجنة العشرة عضوا واحدا عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. حاجة عجيبة. أدي واحد. مين؟ إن النصوص المفترض اللي بتعدل في الدستور المعطل هي تلك التي أثارت مشكلات. طب نص المادة 179 من اختصاص هيئة قضايا الدولة لم يكن مثارا للإشكال وكان هناك توافق عليه، ولا مجال لانه يعتدي على اختصاصات احد، وحاؤكد هذا اذا سمحتم لي في يعني دقيقتين على الاكثر. حينما اعطينا الاختصاص بالادعاء العام المدني كان هذا لكشف الفساد والمساعده على محاربته، ولم تكن ثورتين من الشعب المصري لكي نبقي على الفساد ونخبيه. على فكره قضايا الفساد التي ظهرت ما خفي كان اعظم. هذا كم قليل. الحق ده هذا الحق. الحق ده خطوه مع وجود الهيئه. نعم. يعني مع ميلاد الهيئه وخروجها للنور كان حقه بالادعاء المدني. الهيئه اقدم هيئه قضائيه في مصر، لكن ما كانش من حقها الادعاء المدني. لا، لم يكن هذه الاختصاصات اللي هقولها دلوقتي اللي خدناها في 2012 لم تكن ملكا لاحد قبل ذلك، قبل 2012 ملكا لاحد. ولم يمارسها احد من قبل. وحينما اخذناها كاعباء فوق طاقتنا حبا وكرامه لوجه الله سبحانه وتعالى، وحبا في هذا الشعب الكريم،
ودون اي مقابل عشان ما حدش يعني يزايد علينا في هذه المساله. واحد الادعاء العام المدني، حضرتك بتجي لنا قضايا حينما ترفع على الدوله، الاوراق لما بتيجي من المستندات ده ان جت يعني بسرعه عشان بطء اجراءات التقالي اللي بتحصل بسبب ان الجهه اللي بتعطل ارسال الاوراق والمستندات والمعلومات للهيئه، ولذلك فبيتكشف ليه حاجه من اتنين في الاوراق، مش طبعا في كل القضايا لكن في بعض القضايا بيظهر فيها هذا، اهدار مال عام، هذه جريمه جنائيه المفترض ان انا اتفرج عليها واروح استاذن وفقا لقانون حالي، قانون هيئه قضايا الدوله الحالي لما تعدلش حتى بعد الدستور 2012 واخذ هذه الاختصاصات، المفروض اروح اقول للحرامي بعد اذنك يا حرامي والله اديني الاذن عشان اروح ابلغ النيابه عنك، هل هذا منطقي بعد ثورتين؟ ولذلك فاعطينا هذا الحق على اعتبار ان انا اقدر احرك من نفسي بعيدا عن القانون بتاعي، اذا وجدت جريمه جنائيه ابعت للنيابه العامه، اتفضلي يا نيابه عامه بشر اختصاصك انا تكشف لي في المستندات اللي فيه اهدار مال عام، في استيلاء على مال عام، ولذلك دي جريمه جنائيه، او جريمه تاديبيه ابعتها للنيابه الاداريه الموقره واقول لها اتفضلي والله ده في هنا جريمه تاديبيه بشر اختصاصك في التحقيق، والله وجدت انها جريمه وديها للمحكمه التاديبيه، وجدت انها مش جريمه خلاص انت بقى ايه احفظي. اذا انا بساعد في كشف الفساد، ادي واحد. اثنين، تسويه المنازعات. قبل تسوية المنازعات الرقابة الفنية على الشؤون القانونية في الجهات الإدارية التي تمثلها الدولة، هذه الرقابة أنا لسه قايل لحضرتك كان في عندنا مشكلة وفعلا بتؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي في كثير من القضايا التي نحضر فيها في هيئة قضايا الدولة المسؤولين عن الدولة، إن المستندات بتتأخر من الجهات الإدارية. مين اللي ماسك الحاجات دي يا فندم؟ عايزين نفرق ما بين حاجتين علشان اللغط اللي بيحصل وما يقال بقولة حق يراد بها باطل من البعض. اللي يقول لك ايه؟ والله ده الهيئه اللي بتاخر، انا مش باخر حاجه يا فندم، وانا بتترفع الدعوه انا عندي المعلومات والمستندات على كل جهه بمثلها، انا ببعت الصحيفه للجهه وفيني بالمعلومات والمستندات. مين اللي بيرد عليا؟ انا عندي نوعين، ادارات الشؤون القانونيه ودي بينظمها قانون خاص وبتفتش عليها وزاره العدل. مش هي دي المحامين بتوع الادارات القانونيه، مش هم دول المقصودين في هذا النص في 179 من الدستور المعطل. المقصود بها الباحثين القانونيين اللي بيطبق عليهم قانون العاملين بالدولة. ده باحث قانوني قاعد في الشؤون القانونية، ابعت له الصحيفة يلم المستندات والمعلومات ويبعتها لي على اساس. لكن انت مالكش شكل اجباري عليه انه ابعتها بشكل اجباري؟ لا، ممكن ما يردش عليا وابعت له استعجال واثنين وعشرة وكل ده بيأجل. مالكش سلطة عليه؟ ماليش سلطة عليه، ولذلك اعطينا هذا الاختصاص بناء على طلبنا لكي يكون لينا رقابة فنية، مش هعمل حضور وانصراف والله ضرب زميله، انا ماليش دعوة بالكلام ده خالص. ده باحث قانوني انا براقبه فنيا في العمل القانوني واقول له والله ابعت المسندات، هتبقى انا بتابعه اول باول، اول ما جاتني القضية على طول انا براقبه، يبقى اذا اقدر ان انا اقدم مستندات في وقت معقول وساعد في تحقيق العدالة الناجزة لمصلحة المواطن المصري. برضو هذا الاختصاص مجاني. نخش بقى في المشكلتين اللي أثرهم المستشار الجليل حمدي بياسين. المشكلة الأولى وهي تسوية المنازعات، قيل أن هذه التسوية بتتعارض مع نص موجود في قانون مجلس الدولة الفقرة الثالثة من قانون من المادة 58 من قانون تنظيم مجلس الدولة. دي بتقول إيه؟ لمفوض الدولة انه يقترح التسوية على الطرفي النزاع اللي هي الدولة في محاكم مجلس الدولة، دايما الدولة هي خصم والمواطن. طيب التسوية المقصود بيها في المادة 179 يا فندم هي تسوية النزاع قبل اللجوء للمحكمة، يعني المواطن قبل ما يرفع الدعوة مش نعمل بقى زي قانون 7 سنة 2000، لا دي تسوية ملزمة للجهة الإدارية اللي أنا بمثلها وأنا نائب قانوني عنها من 138 سنة. انا بلا نائب عنها وبالتالي انا بعمل التسويه، يجي لي المواطن وانا عندي مشكله في الوزاره الفلانيه، طيب رصيد اجازات بدل ما اعرفش عدوى بدل كذا. غير كده كمان الموضوع بتاع التسويه ده مش موضوع خاص بمجلس الدوله بس، يعني التسويه اللي انا ببشرها قبل اللجوء لمجلس الدوله. طيب هل في قضايا مدنيه؟ طب هل مجلس الدوله قضايا تجاريه يعني قضاء عادي؟ هل مجلس الدوله ممكن يقول للموظف لرفع القضيه قبل ما ترفعها روح لهيئه قضايا الدوله عايز ابحث عن تسويه؟ ده كان غطاء دستوري. اوضح لحضرتك، انا هستاذنك بس بعد ما اخلص مع المستشار حضرتك دكتور زي ما انت عايز. اتفضل يا فندم. شاكر فضلك. فاذا هذه التسويه انا بسويها هذه الدعوه وفقا لما استقرت عليه احكام المحاكم العليا، نقض اذا كانت دعوه مدنيه، دستوريه
احكام اداريه عليا واخلصها بحيث افضي المشاكل اللي بتحصل قبل ان يلجا ويقعد المواطن سنه وخمسه وعشره. وعندنا مشكله بطء اجراءات التقاضي، دي حقيقه لابد ان نقر بيها في القضاء المصري. ليه؟ لان عندنا قله عدد الساده القضاه الافاضل الاجلاء وزياده عدد القضايا، فلما نساهم في تحقيق العداله الناجزه ده يزعل للبعض. وهذا اعتبر سحبا لاختصاصات من مجلس الدوله. على الرغم ان اختصاص السيد مفوض الدوله اللي وارد في الماده 58 في الفقره 3 بيقول ايه؟ يسوي لما تروح له الدعوه، يعني الدعوه اترفعت. طب افرض المواطن انا بقى هالزم الجهه الاداريه اللي انا بمثلها ان في مبدا مستقر، الراجل ده لو رفع دعوه هيلجا للمحكمه يبقى هياخد حكم وفقا لحكم كذا. اديله الفلوس بتاعته، اذا ممكن تديها له على طول لو موجود في الخزانه بتاعتها، لا والله هنخليهم على قسطين على شهرين على ثلاثه. هنا المواطن بدل ما يقعد 10 سنين في المحكمه سواء مدنيه او مجلس دوله هيخلص الموضوع ويقول لك لا وانا ليه قعدنا 10 15 سنه في شكل مشكله تسويه، يبقى اذا سئلنا في العداله الناجزه. وزي الاخرى العقود، اعداد العقود، العقد بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى المفاوضه، المرحله التفاوض، حضرتك انا عايز اشتري منك العربيه بتاعتك لو سمحت، طب بكام؟ ب 1000؟ لا ب 2000، لا خليها بكذا. وصلنا لاتفاق شفوي، طب هنكتب اعداد العقد وصياغته، فبصيغ العقد، اصغنا العقد مع بعض، عايزين بقى نروح لمحامي شاطر يراجع لنا العقد. الماده 28 من قانون مجلس الدوله بتقول ان اختصاص اداره الفتوى في العقود التي تبرمها الدولة أو الهيئة العامة التي تزيد قيمتها عن 5000 جنيه يراجعها مجلس الدولة. كامل الاحترام والتقدير. أنا دوري فين بقى؟ عند حضرتك المفاوضة الجهة الإدارية بتعملها مع المتعاقد معه مع الإدارة. اثنين أنا بقى جاتني الجهة الإدارية أروح أنا أصيغ العقد وأعده. ثلاثة المرحلة الثالثة بتاعت إدارة الفتوى، اتفضلي يا إدارة الفتوى راجع العقد زي ما أنت عايز. إذا أين التعدي على اختصاص مجلس الدولة وإدارة الفتوى في بمراجعة العقد؟ هذه الاختصاصات ربما تسهل عمل مجلس الدولة لأن هيقلل خطوات كثيرة كان بيمر بها العقد. صحيح، وهيقلل مصايب كبرى وقعنا فيها والمجلس هو اللي كشفها. أين عقود الخصخصة يا فندم؟ من الذي راجع هذه العقود؟ مش عايزين نقول بقى ايه مستشار من مجلس الدوله وهو راجع العقد بتاع. كامل الاحترام والاجلال لجميع المستشارين، بس في اخطاء. والدليل على كده الاحكام اللي اصدرها معالي المستشار حمدي بيه ياسين بنفسه عشان الصوره تتضح بالنسبه للساده المشاهدين. استثمار ابطل كذا عقد وقعنا في ايه؟ انا مش بقول ان هم ما يبطلوش، لا ده قاضي عشان الوقت بس بيجري ساعه المشاريع. الكلام اللي حضرتك بتقوله كل هذه الخطوات الايجابيه، التعديلات المقترحه بتنزعها من هيئه قضاء الدوله؟ هنا لجنه العشره شالت بقى بتنزع كل ساعه الدوله؟ شالت الادعاء العام، شالت كمان اعداد العقود وخلتها اقتراح التسويه. طب ايه انت فرضتها من مصر رجعت لنا 27 سنه؟ اما انا هي حضرتك بس سياده المشاهد حمزه سياده المشاهد ما هتهرب عشان نقول بس عشان سياده المشاهد بس اصل في حوار بس سياده المشاهد حمزه استنى كتير عشان هو بس انتظر كتير سياده المشاهد حمزه رجعنا لحضرتك ولعل حضرتك متذكر ما اشار اليه. ايوه انا حضرتك عدد من النقاط اللي فكر سياده المشاهدين سريعا يعني ازاي تكون النيابه الاداريه الخصم والحكم معلش انا فاكر انا عارف وهتكلم عشان سياده المشاهدين بس هو سيادة الدكتور النقطة الأولى بيتكلم فيها بيقول إن سبب بقاء هذه الدعاوى لعشرات السنين هو أن مجلس الدولة وفقا لقانونه والإجراءات المنظمة لعمله لا يعرف نظام الشطب. احنا بنقول ان الدعوة التأديبية شأنها واتهم اتهام معلش هكمل كلامي وسيادتك شأنها شأن الدعوة النظام العقابي لا يعرف الشطب. بمعنى ان انا النهارده مقدم متهم مرتكب جرائم تاديبيه، كيف يمكن ان يتم شطب هذه الدعوه؟ شطب الدعوه لا يكون في النظام العقابي. هذه واحده سيادتك انا اكمل وبعدين ابقى وقتك وانا هرد على سيادتك. تمام. الامر الاخر اللي سيادتك بتتكلم فيه بتقول ان النيابه الاداريه كيف ستكون خصم وحكم اذا قامت ب اخذ اختصاص القضاء التادي. انا عايز اقول ان المتعارف عليه سيادة الدكتور في كل دول العالم في الانظمة القضائية ان المعيار هو معيار شخصي، بمعنى انه لا يجوز لذات العضو الذي ابدى رأيا او
قام بتحقيق او تعرض للدعوة بأي شأن من الشؤون في مرحلة التحقيق لا يجوز له أن يقوم هو ذاته بالفصل فيه.